أسعد الله مساءكم بكل خير ورحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج والله أعلم. بكل تأكيد حضراتكم بتلاحظوا التغيرات اللي حصلت في المجتمع خلال السنين اللي فاتت، حوالي بقى حوالي عقدين من الزمن تقريبا. في تغيرات كتيرة طرأت على المجتمع، في العادات والتقاليد، في السلوكيات اللي كان بيتسم بها المجتمع المصري. بدأت تظهر مجموعة من الظواهر الجديدة والحديثة والغريبة والدخيلة كذلك إنجاز التعبير على المجتمع المصري. يكفي إن احنا نقول احنا في موسم الصيف، يكفي أي حد يطلع شواطئ معينة أو أماكن معينة هيجد فيها المصريين عشان يلاحظ بنفسه وبعينه مدى التغير الغريب اللي طرأ على المصريين في عاداتهم وتقاليدهم، بل وفي سلوكياتهم. البعض بيقول إن دي حرية، لكن البعض الآخر بيقول لا، ده جهر بالسوء. فبالتالي هل الناس اللي بتعتبر ده إن هو سوء وجهر بالسوق، هل عليهم ان هم يقوموا ده؟ هل عليهم ان هم ينهوا عن المنكر ويأمروا بالمعروف؟ امر الحياة ملتبس عند البعض، ولا البعض يكتفي وينكر هذا الامر بقلبه ويكتفي وخلاص؟ الحقيقة ده بيفتح هنا مجال للحديث حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. سنتحدث في هذا الامر مع فضيلة الدكتور، وهندعو حضراتكم تشاركونا بارائكم على سؤالنا على صفحة الحلقة على الفيسبوك، صفحة البرنامج على الفيسبوك. سؤال بيقول: من المسؤول عن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ اسمحوا لي في البداية أرحب بفضيلة الإمام العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بك فضيلة الإمام. أهلا وسهلا بك، مرحبا. الله يبارك في حضرتك. بداية مولانا، يعني البعض بيضع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كأنه الركن السادس من أركان الإسلام نظرا لأهميته، هل هذا صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بدون شك أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أجزاء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمر بها، وأمر الله بها قبل ذلك في الكتاب، ففصلها النبي صلى الله عليه وسلم بما يجعل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدين. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله في ترتيب الكلام، في حين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فرع عن الإيمان بالله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بذلك، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري: الدين النصيحة. وهي كلمة كبيرة لمن تأملها، لأنه قال الحج عرفة، يعني لا حج إلا بعرفة، فعرفة هو الركن الأهم الذي يكون الحج، فالذي فاته عرفة فلا حج له ولو أدى كل المناسك وفعله. وكذلك عندما يقول الدين النصيحة، فالنصيحة وهي جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي حقيقة الدين، هي خلاصة الدين. فالذي يقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الركن السادس هو لم يخطئ في ذلك، بل إنه عبر تعبيرا حاول فيه أن يبين أهمية هذا الشيء، وهو أن نتناصح وأن يراقب المجتمع، سير هذا المجتمع، و ننهى عن الفساد ونأمر بالطيبات. ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الدين، بل هو الدين، وهذا يجعل هذه العبارة عبارة صحيحة. هل هناك شروط فضيلة الإمام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أول شرط فيها أن احنا ناخد بالنا من أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على درجات. فهناك أمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دائرة الفرد، وهناك أمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دائرة الجماعة، وهناك أمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دائرة المجتمع، وهناك أمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دائرة الدولة، وهناك أمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دائرة العالم. وكل هذه الدوائر المتداخلة لها أصول ولها آداب ولها شروط ينبغي علينا أن نقف عندها وأن نتأملها، لأنه في النهاية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق: يا عائشة
إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. حتى ألف ابن رجب الحنبلي: الفرق بين النصيحة والتعيير. وتكلم المسلمون في هذا بخبرتهم الواسعة في التطبيق، فقالوا هذه ليست نصيحة، هذه فضيحة. فشوف إزاي يعني جابوها موزونة، هي نصيحة وفضيحة. ما الفرق بين النصيحة والفضيحة؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا هناك شروط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هدفه ليس هو التعيير، وليس هو الفضيحة، وليس هو الانتقام، وليس هو شيء من هذا، بل هدفه هو السيرورة على الصراط المستقيم. ومن هنا كان الأمر بمعروف والنهي عن المنكر له شروط في كل مستوى من تلك المستويات المختلفة: الفرد، الأسرة، الجماعة، المجتمع، الدولة. هناك في الأمر بمعروف والنهي عن المنكر أحكام الأمر بمعروف في كتاب مستقل ضخم كبير، وكتب غيره من العلماء، والكتب هذه طبعت ومتوفرة يعني ما بين الناس. لكن الفكرة إيه؟ الفكرة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أمر، هو منهج له تجليات في كل عصر من العصور. ما تجلياته في عصر له أو لم تكن هناك الدولة بأركانها والمجتمع بأركانه والمؤسسات بأركانه، ثم لم يكن هناك هذه الشبكة الهائلة من الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة، لها وضع، لها وضع. لما جه سيدنا عمر فبنى دولة وكان رجل دولة، فبدأ يحتك بحضارات الآخرين، الحضارة المصرية والحضارة الفارسية وحضارة الروم في الشام، احتكاك دولة مش احتكاك أفراد، الأفراد كانوا موجودين لكن هو احتك احتكاك دولة. فراح عمل البريد، دي من تأليفه هو البريد، ونظمه وعمله مؤسسة، عمل الديوان، عمل الهيئة الاستشارية، وأمرهم شورى بينهم، كانوا يجتمعوا في المسجد بعد العصر يتداولوا في كذا. لا، ده أصبح هناك مؤسسات، وهذه المؤسسات أخذت في النمو إلى أن أصبح الأمر بمعروف والنهي عن المنكر بدلا من كان في صوره التي تتواءم مع العصر لتحقيق الهدف، تحول إلى مؤسسة. إلى مؤسسة من الشكل البدائي الفردي إلى مؤسسة. مش هقدر أقول بدائي. هو الحاصل أنه في كل عصر من عصوره هو ليس بدائيا، هو بيتوائم لتحقيق. ها؟ يعني كلمة بدائي ممكن أقول من شكل البسيط، من شكل فردي، لكن ما أقدرش أقول بدائي لأنه بيحقق الغاية وبيحقق الهدف. إحنا عندنا في الإدارة لابد فيها من المراقبة، في حاجة كده اسمه المتابعة وبعدين المراقبة. المراقبة دي بتعمل ايه؟ بتعمل اللي هو وصلنا فيها دلوقتي الى الايزو. ايه الايزو دي؟ اللي هي قياس مدى الجودة. اهي ده الامر بمعروف والنهي عن المنكر، بس اللي خاص بالشركة دي هي فيها فساد ولا لا. عندنا ادارة تملي في المؤسسات، ننشئها أول ما نيجي في المؤسسة ناخد بالنا من إدارة المخاطر. إيه إدارة المخاطر دي؟ اللي هي الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، واخد بال سيادتك إزاي؟ يعني إيه إدارة المخاطر؟ افرض واحد عندي من الموظفين نسي نفسه واختلس، زي الأفلام بتاع عماد حمدي خد 100 جنيه وراح عمل بيها بنته، وبعدين يا عيني بقى في ورطة، هو مش حرامي بس اختلس في الحكاية دي، أستر عليه ولا أسدد من عندي ولا أعمل كذا إلى آخره ولا إيه بالظبط؟ بس المهم ما يكررش الكلام ده لأنه ده غلط.
ازاي اكتشفه بقى وازاي ان انا اقي المؤسسة من هذا الانحراف المقصود او غير المقصود الذي تم عن فساد او تم عن ضرورة وحاجة وكذا. إدارة المخاطر تفكر في الحكاية دي وتعملها. في إدارة المخاطر افرض ان في واحد بيخمني بيضحك عليا، طب يبقى الامر بمعروف والنهي عن المنكر ان انا ما خليهوش يضحك على المؤسسه بتاعتي او يورد كذا الى اخره. تطورت الامور وتشعبت من اني امر بالمعروف وانهى عن المنكر واقول له اعمل وسوي واترك وقوم صلي وكذا الى الحسبه. ايه الحسبه دي؟ الحسبه بقى بعد كده تطورت الى ما نحن فيه الان في الدوله الحديثه. عسكري المرور هو ده الحزب اللي هو بينظم مرور الناس. فكان فيه عسكري مرور طول عمره بس ما كناش مسمينه عسكري مرور، كنا مسمينه الدرك او الدرك. الدرك ده كان بينظم الاسواق وكان بيمنع الغش. مفتش التموين اهو ده من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبيعمل ايه لما الراجل انا بصيت يمين وبصيت شمال ورحت كسر الاشارة ام هو يسجل الدبر الكاميرا؟ شوف بقى التطور، انه ما بقاش فيه عسكري مرور، ده بقى فيه كاميرا بتلقطني اثناء الاشارة ما هي حمراء علشان تكتب عليها مخالفة علشان يغرموني لانه انا عملت خطية. ايه الخطية دي؟ اني كسرت الاشارة. ما هو مفيش حد لا هنا ولا هنا، لا بس دي خطية. ولذلك كمان ده الحكاية تطورت لغاية ما بقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيئة قائمة داخل الدولة في سلطان الدولة مش بني آدم. ده الكاميرا دي بتلقطني والكاميرا لا تكذب، لأنها لقطتني إمتى؟ لما كسرت الحمر. لو كانت مفتوحة كانت الكاميرا قفلت. ولما بتلقطني بتوديها لإدارة المرور، وإدارة المرور وأنا بطلع الرخصة ياخدوني يقولوا لي تعالى انت عملت كذا مخالفة ادفع يا حلو. فالناس علشان تتقي هذا وتتعود بعد كده انها كمان بتعمل اثم. طب افرض الكاميرا متعطلة ولا مفيش كاميرا، برضو ده اثم. ولذلك شوف بقى الدين بيجي يساعدك على انك انت ما تعملش الاثم اللي هو نتيجة الامر بمعروف والنهي عن المنكر. الامر بمعروف مبني على فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. شوف الصورة بتاعت الأمر الفردي وشوف الحسبة التي تطورت عند المسلمين. كان الحسبة ده ألف فيها القرشي وألف فيها ابن الرفعة وألف فيها. تفتح الكتاب يقول لك إيه؟ إزاي تعرف اللبن المغشوش من اللبن اللي مش مغشوش؟ إزاي إنك أنت تعرف صبرة الطعام اللي هي كومة الطعام اللي هتتباع مبلولة في الداخل ولا مش مبلولة؟ لأن المبلولة دي يبقى لازم تستعملها فورا وإلا هتفسد عليك. ومن غشنا فليس منا، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تحولت هذه المعاني الراقية إلى مؤسسات وإلى يسموها إيه؟ صيرورات. صيرورات دي ترجمة لإيه للإنجليزي؟ البروسيس. عملية منظومة. عمليات كاملة. منظومة. البروسيس ده هو اللي احنا حولناه إلى صيرورات. في بعض الإخوة والعياذ بالله تعالى عايزين يرجعونا الى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وده غلط. كل عصر لأوانه. احنا عايزين نمشي على دين النبي، مش نعيش زمن النبي. زمن النبي يبقى ارجع مرة تانية الى اني اكل الشعير واخد بقى الحاجات اللي موجودة في زمن النبي. لو كنت خلقت في زمن النبي كنت هعمل كده، هحارف بالسيف. الارض ما لسه ما نعرفش الاسفلت ولا نعرف نسفلت الشارع ازاي. مش هركب سياره لان السياره لسه ما اخترعوهاش. ده زمن النبي. فعايزني يجرني الان الى زمن النبي. طبعا الجره دي بيحاول فيها من زمان اديله 200 سنه وهو بيحاول معايا فيها. وبيتخلى هو عن
الحاجة دي شيئا فشيئا، لكن مخه قائم لسه في زمن النبي. فأدي الفرق بيننا وبين النابتة. النابتة تريد أن تعيش في زمن النبي، ونحن نريد أن نعيش دين النبي. طيب مولانا أستاذ فضلتك بعد الفاصل، ده هنا هيعرضنا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلما استطع فبلسانه، فلما استطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هنا هل ده يتعارض مع هذا الفكر، لأن أنا هذا الحديث عام وشامل لكل الأوقات ولكل العصور، أم لا؟ فبالتالي في هذا العصر الذي نحن فيه، إن رأيت منكرا هل يجب علي أن أغيره إما بيدي أو بلساني أو بقلبي، وذلك أضعف الإيمان؟ أستاذ فضلتك تكون تفنيد هذا الحديث وشرحه بعد الفاصل إن شاء الله. ابقوا. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر زي ما بنقول دي فريضه مفروضه على كل انسان. لو شاف حاجه وحشه انه ينصح غيره، انه ينهي غيره عن هذا الفعل اللي يضره ويضر الناس وهو الى اخره. فما هياش مقصوره على فئه معينه او ناس معينه. مش اي واحد ارتجالي يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لان المعروف متفاوت من شخص لاخر. ده يرى ان هذا هو المعروف، وهذا يرى ان هذا هو المعروف. اللي حق بكده هو الحاكم، هو رئيس الجمهوريه، لانه هو رئيس المنتخب. ليس هناك أي بشر على وجه الأرض هو اللي ينهي وهو اللي يأمر بالمعروف. المفروض يبقى فيه هيئة من الأزهر، هيئة زي السعودية كده، فيها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المفروض إحنا يبقى عندنا حاجة زي كده. كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فخص الله عز وجل الأمة دي بالذات عن الأمم اللي فاتت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو ما عملناش بقى الحاجتين دول هنبقى زي الأمم اللي قبلينا، هنبقى غضب الله ينزل علينا. انا عندي 72 سنة، عايز اعرف حاجة افهم. ما قوليش النهي عن المنكر وانت بتقولي منكر، لا قولي حاجة افهم. ما تقعدش في التلفزيون تقولي حاجة انا ما فهمهاش، يقولي حاجة افهمها على قد، لان احنا ناس على قدنا. طيب يعني إذن المتحدثين الكرام في التقرير يا مولانا جابوا الموضوع من الآخر، ده لازم على كل واحد إنه يقول، وحد يقول لا والله مش 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 لا مش هم فارغ. في الحقيقة اللي أنا سمعته ده هم كأنه بيسمعوا الشروط التي وضعها الفقهاء طبقا لتتبع موارد الشريعة من الآيات والأحاديث للأمر بمعروف والنهي عن المنكر. أول هذه الشروط أن تكون عالما. ثاني هذه الشروط ألا يكون ما تنكره مختلف فيه، إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه. فإذا كان الفعل الذي تراه مختلف فيه فيبقى ما تنكرش، لأنه افرض أنا عندي مباح يا أخي، وهم شعروا بهذا المعنى. قال الله، طب هتقول لي ده منكر بس ده مش عندي منكر، واخد بالك؟ يبقى إذن لابد أن يكون متفقا عليه، زي شرب الخمرة، زي أكل الخنزير، زي السرقة، الزنا، الغش، الرشوة. لكن واحد يجي يقول لي أصل لعب الشطرنج حرام، خلاص حرام على روحك، لكن ما هو في أئمة قالوا حلال. أو يقول لي مثلا موسيقى حرام، ما تبقاش تسمع أنت يا حبيب الموسيقى ده، محرمتها على روحك، وفي أئمة حرموا الحاجة دي وفي أئمة أحلوها. فإنما ينكر المتفق عليه المتفق ولا ينكر المختلف فيه، الناس حستها بفطرتهم. لا يترتب عليها ضرر أكبر، واخد بالك؟ افرض أن أنا رحت أنصح واحد ولا أمر بالمعروف فراح متخانق معاي، أو ده ضرر أكبر، أو سفكت الدماء أو جرح أو كذا، ده ضرر أكبر. وهو ده معنى الحديث اللي حضرتك سألت عليه قبل الفاصل، اللي بتقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلساني، فإن لم يستطع فبقلبي، وهذا أضعف الإيمان. أنا شفت دخلت شقتي غالية سلطان عليها، فلقيت إزازة خمر الواد ابني جايبها، فرحت ماسكها ودلقها،
ليا هذا السلطان وهو بيكب ما يتلم وعايز يخبيها عني بس انا اكتشفتها ورميتها، يبقى ده وارد ان انا افعل كده. لكن لو ادخل بيت الاخرين فوجدت ازازه خمر ولو عملتها تبقى مشكله، يعني هتبقى في خناقه كده، مع انا انكر بلساني بقى اقول له ايه الهباب اللي انت جايبه ده، ده حرام، ده نجس، ده الخمره دي نجسه، انت بتشرب نجسه والعياذ بالله تعالى، وهكذا. دخلت في اوروبا في محل ولقيت ازايز الخمره متلطعه في كل حته، خلاص انا بقى وانا بقعد في المطعم ده ولا في الصيدليه ولا في كذا ما اطلبش خمر. يبقى انا دلوقتي بقيت عامل زي الحبشه، المسلمين في الحبشه او المسلمين في مكه يشوفوا الحاجات دي حواليهم لكن ما يقربوهاش. طيب يعني مولانا لو واحد شاف واحد ماشي في ايده ازازه خمره في الشارع هل يسيبه؟ هل يكلمه؟ مين هو؟ مين هو؟ يقول الحسن البصري: لا تقل لمن شهر سيفه وسار في السوق يقول اتقني اتقني اتقي الله. تاخد بالك؟ راجل بلطجي ومفتري وقتال سفاك ضراب، اجي اقول له على فكره اللي انت بتعمله ده حرام علشان ياخدني حاجه في وشي، لا ما تقولوش كده، ما ينفعش، ما تقول ما تعملش الحكايه دي. طيب انما ده واحد من اصحابنا واخد بالك، وبعدين اتضايق وقال انا هروح اشرب خمر النهارده، فوجب عليهم بالصحوبيه اللي بيننا وبينه ان احنا ننصحه. ايه يا فلان ايه اللي بتعمله ده، انت في ايدك انت الرجل المصلي التقي اللي كذا اللي كذا، لا 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 يا راجل سيب، تعالى كده نصلي لنا ركعتين وربنا يفتح علينا ومش عارف ايه، وانهاها عن هذا المنكر. الامر بالمعروف فن وتطبيقه وسعه لنا رسول الله باللسان اليد فاللسان فكذا حسب الدائره اللي انا هشتغل فيها. وفي النهايه قال: وذلك اضعف الايمان ان انت ما ترتكبش المعصيه. قال عليه الصلاه والسلام: لا يكون احدكم امعه يقول انا مع الناس، ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اسات. وطنوا انفسكم على انهم ان احسنوا فاحسنوا وان اساءوا فلا تظلموا، يعني لا تظلموا انفسكم باساءاتكم. ما تقوليش امعه دي معناها ايه باللغه العاميه بتاعتنا؟ طرطور. ما تكونش طرطور مع الريجة يعني او مع الموجة. انت بتعمل كده، ما كل الناس بتعمل. لا، كل الناس تعمل اللي انت. لا تزر وازرة وزر اخرى، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فاذا انا ما اقدرش ان انا استبيح الخطأ لان الاخرين قد وقعوا فيه، ولان الخطأ قد شاع، ولاننا في عصر فتن، ولان الناس لم تعد تقبل النصيحة ولا تقبل التذكير، فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، ولا كذا كذا. خلاص يا اخي، فعليك بخاصة نفسك. قال رسول الله: اذا رأيت هوى متبعا واعجاب كل ذي رأي برأي وشحا مطاع ودنيا مؤثرة فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. وفي رواية تانية: فعليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العامة. خاصة نفسك يعني الناس اللي في الحي بتوعي، العيلة البتاع كده، الجماعة بتوع المسجد. خويصة نفسك يعني انت لوحدك بقى، واخد بالك؟ فإذا حسب المكان والزمان وكذا الى اخره. دي ليها اعتبارات، ما هياش مطلقة، ما هياش مطلقة. بروح في اي مكان واقوله كده عيب وكده حرام. ما هو شوف، احنا ما احناش بنقول الكلام ده واحنا دلوقتي في القرن الخامس عشر الهجري من انفسنا، ده احنا بنقول من تجربة. احنا جربنا كل حاجة، جربنا. يعني انا وانا صغير كان في ناس بتطلع الاتوبيس، وكان يطلعوا المترو، كان في مترو كده من باب خلق الحلوان، فيطلع يا جماعة الناس اتقوا الله لأنكم كذا وكذا وكذا، ويقعدوا يوعظوا الناس. في الأول كانت الناس يمكن بتعيط ويتأثروا من هذا،
ويقول جزاك الله خيرا يا شيخ ومش عارف ايه. ولما الكمساري يجي مطلع يدفع التذكرة، يعني انا مش بعمل الدور ده علشان اركب بلاش ولا كذا، لا. وراجل نظيف حلو كده وبتاع. تطورت الامور، بقت الناس تضحك عليه، واخد بال سيادتك ازاي؟ تطورت الامور، بقت الناس تسكته. يعني شوف شوف المراحل احنا شفناها باعيننا. طب ما ده مش صح يا مولانا. كويس، ده الدنيا بتتفكك. انت بتقول لي شرعا بقى اعمل ايه؟ انا كنت بوعظ الناس وكانت كلماتي مؤثره، ثم بعد ذلك وعظت الناس فكانت كلماتي غير مؤثره، ثم بعد ذلك اصطدمت مع الناس. اعمل ايه بقى؟ استمر في الصدام، امسك فيهم واتخالق واتبهدل وبهدلهم، ولا انتقل من مستوى لمستوى؟ لا. المستوى سيدنا فتحها وقال لي لا، انتقل من مستوى لمستوى لمستوى، فان لم تستطع فان لم تستطع فان لم تستطع. يبقى بيكلمني على احوال بيئيه مختلفه. صحيح. لكن كون ان انت فاكر ان احنا في عصر الخير او ان احنا في عصر النبوة، لا، احنا مش في عصر النبوة، احنا في عصر كثير الفتن، احنا في عصر تفككت الروابط الاجتماعية. منين تفككت الروابط الاجتماعية؟ من كثرة السكان. النبي صلى الله عليه وسلم جعل من علامات الساعة التطاول في البنيان، 30 دور وال 40 دور وبعدين 130 دور وبعدين 140 دور وشاهقات وناطحات السحاب. طب وده بعمل ايه؟ عمل ان انا مش عارف جاري، انا ساكن في البيت ده اديلي 40 سنه وما انا مش عارف مين جاري، واخد بال سيادتك ازاي؟ لا، كان الزمان بطريقه تانية، وما زلنا في القرى بطريقه تانية، لكن لما انتقلنا الى هذا الخضم الهائل، احنا كنا 2.5 مليون على ايام محمد علي، احنا دلوقتي 90 مليون، واللي باقي على ارض مصر حوالي 100 مليون. فانا عايز اقول لسيادتك ان كل شيء بحسبه، كل جو بحسبه، مش مطلقا بالشكل ده. والحديث بيدينا هذه الامكانيه، والامر بمعروف والنهي عن المنكر هو من الدين وهو روح الدين، والدين النصيحة، ولكن لها شروط ولها أساليب. طيب مولانا، البعض حتى أحد المتحدثين الكرام في التقرير بيقول هو خايف إحنا نصل لمرحلة اللعن. يعني ده بيذكرنا بالآية الكريمة، يعني لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، صدق الله العظيم. هنا المتحدث الكريم في التقرير خايف نصل لمرحلة اللعن، هيصبح المنكر ده أمر عادي ولا أحد ينكره ولا حد بيقول لحد أنت غلطان، فبالتالي نقع في اللعن كما وقع فيه لو وقع عليهم من سبق. لو حدث معنا كده هيحدث معنا كده. طب ما الفحش شيء على الأسف. ولذلك لما مثلا محطة زي السي بي سي راحت جايبانا أنا وإنت علشان نقول للناس اعملوا كذا وسووا كذا وامروا كذا، ما احنا بنؤمر بالمعروف وننهي عن المنكر. عندنا وزارة اسمها وزارة الأوقاف، عندها 110 ألف مسجد تبعها، بيقولوا ايه؟ بيقولوا خطبة الجمعة. عندنا حاجة اسمه التلفزيون المصري بيذيع خطبة الجمعة للستات اللي في البيوت. عندنا، ما احنا قاعدين نؤمر بالمعروف وننهي عن المنكر، أما الأثر ده مش باين ليه؟ علشان نمرة واحد زيادة السكان، ونمرة اتنين زيادة السكان، على فكرة مش في مصر بس، ده في العالم كله، ده احنا بقينا 6-7 مليار، وده ما حصلش على وجه الأرض إطلاقا منذ ما خلق الله آدم لغاية النهاردة. ونمرة اتنين هو زيادة السكان من ناحية، والاتصالات والتقنيات الحديثة من ناحية تانية. دي عملت جو، على فكرة الجو ده بيسموه ايه؟ العولمة. عملت جو من العولمة بيزود المسؤولية الفردية على كل واحد فينا. لازم كل واحد فينا يتمسك اكتر بالاخلاق، ويتمسك اكتر بدينه، والقابض على دينك كالقابض، والقابض يومئذ على دينه كالقابض على الجمر. يبقى بيبذل مجهود اكتر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العصر الذي نحن فيه من أجل هذا كله، قال
أجر العامل فيهم كأجر خمسين منكم، أو قال كأجر خمسين. فقالوا منا أم منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، فإنكم تجدون عونا على الخير وهم لا يجدون. إذن القضية واضحة جدا. أيوة صحيح اللي الرجل ده قاله، أيوة صحيح، لو هتقع علينا كل هذه المشكلات. أدي احنا بنحاول وأدي احنا بنقول في مناهج التعليم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي وسائل الإعلام، وهل هذا يكفي؟ دي قضية تانية، قضية تانية. هم مولانا بيقولوا يعني أسف المقاطعة، بيقولوا ده الأمر المعروف والنهي على المنكر المباشر الفردي وان تو وان زي ما بيسموه الإنجليز، ده أكثر تأثيرا من وسائل الإعلام ومن الخطب ومن ومن. مش حاصل، ما حصلش الكلام ده. أنا بقول لك شاهدناه بأعيننا أنه كان أكثر تأثيرا في زمن ثم صار لا يلتفت إليه بعدما تعود الناس عليه، ثم صار في صدام من عليه هو نفسه. ولذلك بقول لك نحن لا نتكلم في المطلقات والموهومات، نحن نتكلم عن تجربة حدثت لعشرات السنين. فلما يجي لي ولد شاب الآن يقول لي بس أنا متهيألي. انت متهيألك، انت بتفكر مخك، لكن احنا شفناها وجربناها بانفسنا ومارسناها وكانت النتيجة هكذا. طيب مولانا، اظن حضرتك بعد الفاصل نتحدث في جزئية بعض الناس بتكون جماعات او بتكون فرق للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد يكون امر متقبل في مجتمع من المجتمعات، لكن هل في مجتمعنا مثلا يعني هل يمكن ان يحدث هذا؟ هل ممكن ان يكون هذا امر مقبولا وهم يقولون باننا لا نفعل شيئا محرما ولكن نفعل امر الهي ان نامر بالمعروف وننهي عن المنكر؟ اظن فضلك يكون بعد الفاصل الاجابه ان شاء الله. ابقى أهلا بحضراتكم مرة أخرى، ونتحدث في جزئية بقى هل يمكن أن تكون هناك جماعات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يعني مولانا إذا سمحت لي، يعني حتى في تفسير هذه الآية كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا، ده في أبو داود. ما معنى هذا في الإسلام؟ هل بالتالي بيكلم الحاكم بيقول له لازم تعمل شرطة، لازم تعمل جيش، نعم، لازم تعمل نظام إداري خالي من الفساد، لازم تعمل حاجة كده هرمية الهيراركي بتاع الحكومة، لازم تعمل أمر بالمعروف ونهي عن المنكر داخل الدولة. ولو سبت الأمور سبهللة ولو سبت الأمور في فساد فإن الناس هتاكل بعضها، والعدل أساس الملك، فلا هيبقى فيه عدل ولا هيبقى فيه ملك. فلابد أن تأطره أطرا، يعني ترغمه إرغاما. فالخطاب هنا لولي الأمر، فجت جماعة وسمت روحها الأمر بمعروف والنهي عن المنكر. أول مفهوم، لأنهم لا دارسين ولا عارفين ولا كذا، أن الأمر بمعروف والنهي عن المنكر هدفه العقوبة، يعني هو بيطبق العقوبة مش النصيحة. ولذلك مسكوا واد وقطعوا له ودنه، ومسكوا ولد تاني وجلدوه، ومسكوا ولد تالت مش عارف ايه، وابتدينا المسخرة بقى. ده بيسموه ايه الفقهاء؟ الافتيات على الامام. الافتيات يعني ايه؟ يعني انت بتقل ادبك عن سلطان الامام، بتعمل حاجات معتمدا أنك قد فهمت آية أو حديث، وإذ بها تنازع السلطان أو تنازع الإمام في سلطانه، وهنا يقع عليه العقوبة. يعني هيعاقب في قبيل إيه؟ في قبيل أنه فهم غلط، ولا في قبيل أنه لا، ده أولا سيعاقب فيما اعتدى به، الودن اللي اتقطعت دي هيعاقب بها. نمرة اتنين هيعاقب بس كده افتياتا على الإمام، لما افتاته على الإمام. ومسألة ليها موجودة في الفقه تحت عنوان الافتيات على الإمام، ده مش أمر بمعروف ونهي عن المنكر. هذه الجماعات أولا
هي تنشأ بصورة غير شرعية. غير شرعية يعني إيه؟ يعني تخالف نظام المجتمعات، ولذلك فهي مخالفة للشريعة الإسلامية. نمرة اتنين أنها تقوم بجهالة بتطبيق ساذج لما تفهمه من الآيات وما تفهمه من الأحاديث، وهو فهم خطأ. نمرة ثلاثة يترتب عليها عدم أمن مجتمعي. طيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده شغل بقى تطور دلوقتي وبقى مؤسسات. فبيقول لي لا أنا مش عايز أركب السيارة، أنا عايز أركب الحمار واجي الاستوديو. الله، طيب اركب الحمار وتعالى الاستوديو. فراح ماشي بالحمار في وسط الناس، وده ممنوع في المرور، فقبضوا عليه علشان هو مخالف، وقالوا له أدي اللي بيحصل. الناس دي عايزة زمن النبي، مش عايزة التكوين جماعة، والجماعة دي تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعمل اللي على هواها بالعبط اللي هم عايشين فيه. ده عايز يسحبني إلى زمن النبي. وكل اللي قلناه في الحلقة ده ما هوش واخد باله منه، إن المفرد صار حسبة، وصارت الحسبة مؤسسات، وتوزعت المؤسسات على شأن الدولة، وأنها الآن مع هذا العدد الضخم الكبير لابد أن تبنى على قواعد معروفة وواضحة عند القائم بها وعند الآخرين. ولذلك فإنشاء جماعات بهذا هو افتيات على الإمام وافتيات على المجتمع، والافتيات على الإمام والمجتمع يحتاج إلى عقوبة. مش عقوبة لأنه بيأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لكن عقوبة لأنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وعقوبته هي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مش عقوبته أنه بنقول له أنت على فكرة يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده خلص، لا ده بنقول له أنت دلوقتي خرجت عن المعروف ووقعت في المنكر، ولذلك ستعاقب. نعم. طيب مولانا قبل ما نتلقى الاتصالات، على النقيض بقى في الأنمالية، وأنا مالي السلبية، أنا لازم أحترم الحقوق الشخصية للآخرين، هل لو حد يعني راعى هذا الأمر ووقع بالتالي في السلبية هل يكون آثم بأنه لم يأمر بمعروف ولم ينهى عن منكر رآه بعينه؟ لما يدخل بيته زي ما ضربنا الأمثلة أنه في بيده وفي بلسانه وفي كذا، لما يدخل بيته ويلاقي الخمرة فيسيبها ويقول اصلا انا مالي ما ابني يشرب ومراتي تشرب وكذا، يبقى اثم. طب لو جاره لو زميله انتقلنا الى لسانه ينصح تمام ويقول مزبوط. انتقلنا بعد ذلك الى الحياه العامه فيبقى بقلبه وهكذا. نعم ولا بارك الله، عمليه واضحه جدا. ولكن الناس يعني عايزه تعيش الخلق في ايه بقى؟ ان احنا مش مسلمين وان احنا كفار. طب وده يلزم منه ايه؟ ان انا امسك الحكم علشان اخليكم مسلمين ولا حصل حاجه. ادي ده هو العله. على فكره لو مسك الحكم مش هيحصل حاجه، مش هيعرف يعمل حاجه. مش هيعرف يعمل حاجه ليه؟ لان الناس كتيره، الناس فيه 90 مليون. طب ومين اللي هيتحكم في ال 90 مليون؟ لا يتحكم فيهم غايه المراد من رب العباد 2003. طب وده هيحصل ازاي؟ بالقهر، ولذلك يسموهم الفاشيه ويسموهم الشموليه ويسموهم كذا. طب وده يحصل منه ايه؟ يحصل منه 30 يونيو. تمام. ده على كل مره. تمام. كل مره. تمام. لو انه واحد احنا شفناها في اسيوط الموتوسيكلات واللي عليها اللي نزلت في اسيوط تعمل شرطه لوحدها مثلا، حصل يعني. فكل الكلام ده هنعيده مره ثانيه. الناس هترفض، الناس هتأبى، والناس كلها دول مسلمين. بيرفضوا مين؟ بيرفضوا الذين سموا المنكر معروفا والمعروف منكرا ولبسوا على انفسهم وعلى الناس. ولذلك النبي في حديث حذيفه قال له ارايت لو ان المنكر صار معروفا والمعروف منكرا؟ قال وذلك يكون يا رسول الله؟ قال واشد منه يكون. فاذا احنا في التباس، واحنا الان الحلقه بتاعتنا دي بتوضح هذا الالتباس وبتفكه. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستويات معينه صار مؤسسه، وعلى مستويات فرديه ايوه يجوز بالتدريج اللي قلنا وفقا للظروف. بارك الله فيكم مولانا. نتحول لاتصالات حضراتكم. الاستاذ ايهاب اتفضل يا فندم. استاذ ايهاب السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك، ربنا يبارك فيك. لو سمحت يا فضيله الشيخ، انا ليا سؤالين. اتفضل. السؤال الاولاني، انا ليا اخ عنده ابن مريض، هو انفق فلوسه كلها على ابنه المريض ده، فهل يجوز ان انا اطلع له فلوس الزكاه بتاعتي؟ طيب. السؤال الثاني، كنت حضرتك اتكلمت قبل كده عن العشرة الطيبة، بس احنا ما لحقناش ننقلهم، ممكن بس حضرتك تعيدهم عشان ننقلهم؟ حاضر. حاضر. استاذ زمي تحت امرك يا فندم. استاذ زمي اتفضلي يا فندم. الو. اتفضلي يا فندم. لو سمحت انا عايزه اسال فضيله الشيخ الدكتور علي جمعه سؤال. اتفضلي. انا سمعت على المعاش واخدت بعد المعاش اخدت مبلغ حطيته في شهادات استثمار في البنك بيطلع لي فايده كل 3 شهور، والمبلغ ده بيبقى الشهادات دي بتبقى محبوسه 3 سنين، هل الفايده هل زكاه المال اطلعها على الفايده ولا على اصل المبلغ، والمبلغ حاضر. محبوس 3 سنين. حاضر. الاصل. تحت امرك يا فندم، شكرا جزيلا. فالدكتور، هل ممكن يعطي الزكاه لاخوه العبد؟ ايوه ممكن. هو صرف مسكين ما استطاع للولد، والولد لسه محتاج، فيجوز له انه يعطيله لانه دخل في دور الفقراء. اما العشرة الطيبة فهي، اكتب بقى ورانا يا سيد ايهاب، سبحان الله، احنا حافظينها كلها على فكرة، بس سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر، لا حول ولا قوة الا بالله، كلها سهلة خالص من الحاجات اللي احنا حافظينها. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي ختم الصلاة الثلاثة لا إله إلا الله بنجيبها بعدين، لكن نكمل بهم المية. لكن هم دول يسموهم إيه بقى الخمسة دول؟ الباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات. نعم. ايه يعني الباقيات الصالحات؟ يعني هم دول اللي هيفضلوا لك، خير عند ربك ثوابا، واخد بالك؟ نعم. فدول الخمسة دول هم اللي هتلاقيهم في الآخرة إنهم منورين أعمالك وكذا إلى آخره، إنك بتذكر ده، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. التانية برضو حافظينه، أستغفر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلت على الله، والصلاة على سيدنا رسول الله، لها تمام العشر. الخمسة هم التانيين اللي هم العشرة الطيبة. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، دول حافظينهم وفي أمانة الله، خمسة اللي هم الباقيات الصالحة. أستغفر الله، عارفينها دي، إنا لله وإنا إليه راجعون، موجودة في القرآن وموجودة في السنة وكذا إلى آخره، نذكر بيها. طيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، توكلت على الله، وما توفيقي إلا بالله، يعني توكلت على الله. وبعدين الصلاة على سيد عليه الصلاة والسلام. يبقى دي خمسة كمان. يبقوا كام دول؟ عشر طيبة. مين اللي سماهم العشر الطيبة؟ الشاذلية، واخد بالك ازاي؟ وبعدين شاع في وسط الناس انه العشر الطيبة، العشر الطيبة، العشر الطيبة، يعني الكلمات الطيبات، لغاية ما جه سيد درويش وعمل بتاع بديع خيري، علشان ما نعلى ونعلى ونعلى لازم نطاطي نطاطي نطاطي، وسماها العشرة الطيبة، وراحوا مسميين الكوتشينة العشرة الطيبة. ما يصح، العشرة الطيبة دي كلمة كانت كلمة مباركة على أذكار. وأذكار معروفة ومعمولة. وأرجو العيال بتوع الفيسبوك والعيال اللي مش عارف إيه وكده ما يقولوش ده بيشتم في سيد درويش. ما هو لا، ما هو إحنا في عصر خبلان، واخد بال سيادتك؟ لكن هي العشرة الطيبة هي دي، ده عسى يكون إيهاب تابها ورا إن شاء الله. طب الأستاذة مي بقى تطلع الزكاة على الست مية 10% من المبلغ اللي بتاخده فايدة من عشر من العائد اللي بيخرج من العائد، وممكن كل 3 شهور كل ما تستلم تطلع 10% من اللي استلمته. بارك الله فيكم مولانا، أهلا وسهلا، أشكر حضرتك وشكر موصول لحضراتكم، نراكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.